السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم في وصفة جديدة من مطبخ يسرى. طولت عليكم الغيبة، شحال هادي ما قدمت لكم شي وصفة أو شي فيديو. فتوحشتكم توحشتكم بزاف، وتوحشت نقدم دي فيديو. فغير يعني الانشغال شوية بعيد الأضحى كيف ما معروف، فبهذه المناسبة نتمنى إن شاء الله تكونوا دوزتوا عيد الأضحى يعني بصحة وعافية، وباش ما تمنيتوا إن شاء الله وتجمعتوا مع العائلة ديالكم والأحباب ديالكم. فبالنسبة للوصفة ديال اليوم غادي نقدم لكم دي كاب كيك محشوين بالكونفيتور أو بمربى الفراولة والمشمش. فتيجي ولداد وخفاف وكيتحضروا بسرعة، وخاصة أن المدرسة يعني راها بدات، فعلاش لا ما نصوبوهمش ونقدموهم للأطفال ديالنا في الكوتي. فكنت فايتة حضرت لكم دي مافن أو مافن بحبيبات الشوكولاتة، غادي نخلي لكم رابط الوصفة ديالهم في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أما بالنسبة لهاد لي كاب كيك هادو فلابد تعرفوا على الوصفة والمقادير، فتبعوا معايا الفيديو. يلا نبدأ، بسم الله. اول شيء غادي نخلط الدقيق مع الخميرة الحلوة، قبصة من الملح وبودرة الفانيلا، ونخليهم على جنب. في اناء اخر غادي ندير البيض، وغادي نبدا كنطربو واحد الخمسة ديال الدقائق. عاد ديك الساعة غادي نبدا كنضيف ليه السكر شوية بشوية. الآن غادي نبدا كنضيف السكر، يتضاعف ليا الحجم ديال الخل. فمن بعد ما تضاعف ليا الحجم ديال البيض ديالي مع السكر ولا على هذا الشكل هذا، فانا نقصت من السرعه ديال الطراد، وغادي نضيف الان غنضيف الزيت ونبقى كنطرب. وغادي نضيف له الياغورت، دائما مع التحليب باش نبقى محافظين على داك العلو ديال البيض. الان بعد ما تضاعف ليا الخليط ديالي وخلطته مع الزيت والياغورت، غادي نبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه، ونخلط غير بشويه من الاسفل الى الاعلى على هذا الشكل هذا حتى نكمل الكميه كلها ديال الدقيق. اخر كميه ونخلط غير بشوية. ففي الأخير حصلت على خليط منسجم على هذا الشكل هذا. فباش تسهل عليا العملية ندير هاد العجين ديال لي كاب كيك في القالب، فانا خديت اون بوشادوي درتها في هاد الغراف هذا، وغادي ندير في وسط منها الخليط. ندير الخليط كامل
فمن بعد ما حيدت لادوي لابوش ديالي من الغراب، فهكايا كيسهل عليا العمل بالعشيه. فالان جبت الصينيه اللي غادي تدخل في الفرن، الصينيه ديال لي مافن. غادي ندير واحد الثقب في لادوي، عفوا ندير الثقب في لابوش، ديما تنقول لها لادوي. وغادي نعمر غير شي شويه، يعني ما يعادل واحد ملعقة صغيرة ولا ملعقة كبيرة غير مبلوءة. فغادي نبقى مستمرة على هذا الشكل هذا حتى نكمل الكويغطات ديالي كاملين او الكب كيك ديالي كاملين. الان غادي ندير لهم الكونفيتور. طبعا الكونفيتور تيبقى على حسب الذوق، فانا ندير شويه، ندير المشمش وندير فريز، ممكن ديروا الحامض، كرموس، الليمون، يعني اي نكهه كتفضلوا. فماشي بالضروره تقيدوا بالمشمش و فريز او الفراوله. الان ندير فراوله، الان غادي نعاود ندير من فوق منهم الخليط ديال الكب كيك، يعني واحد ثلثين، نخليه واحد ثلث ديال الفراغ. على هذا الشكل هذا. الان غادي ندخلهم للفرن اللي ديجا سبق لي وحضرته على درجه حراره 180، ونخليهم حتى يتنفخوا ويطيبوا، وعاد ديك الساعه نمروا باش تشوفوهم في طبق التقليه. فلي كاب كيك ديالنا ها هما من بعد ما خرجتهم من الفران، فانا نحاول نحيدهم سخون، نديرهم فوق شي شبكه باش يبردوا ليا. نتوما كيتفهم ما كتشوفوا، فهم محمرين من الداخل، نديرهم فوق شي شبكه يبردوا ليا. وغادي ندير الجزء الثاني حيت بقات ليا العجينه، غادي نعاود ندير الكميه اللي بقات ليا ديال العجين ندخلها للفرن. فلي كاب كيك ديالنا ها هما وجدوا، تيجيو رائعين وخفاف. فانا زوقتهم من فوق بشويه ديال السكر الثقيل او السكر الناعم. غادي نحل شي وحده باش تشوفوا لداخل الحشو ديال المربى، وكيف ما كتشوفوا فتيجيونا طايبين ومحمرين. فغادي نحلها لكم باش تشوفوها داخل. ما عرفتش هذه جات الحشوه ديالها ديال المشمش، حيت ما عرفتش الحشوه كل وحده شنو فيها. فكيف ما كتشوفوا فراهم ايبونج خفاف، وتيفكرونا بديك دوك لي مادلين اللي كنا كناكلو شحال هادي فيهم الحشوه ديال الكونفيتور، فتيجيو رائعين بزاف. ف الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا معايا في القناه ديالي على يوتيوب كويزين يسرى. بصحه وراحه.